أن الذي لا يقول بسم الله أن أنا الزوجة فإن الشيطان يعاشر معه لم يثبت نص إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا ثابت صحيح